نبدأ ببرامج الأكمات الصناعية والتحكم الآلي. حابب أستعرض معاكم أجهزة PLC. حابب أرحب بكم اليوم من معهد الابتكار والتطوير المهني IIBD. حابب أستعرض معاكم اليوم أهم الدورات اللي بيقدمها المعهد. احنا احد المعاهد الرائدة في المملكة العربية السعودية في المجال الهندسي ومجال التكنولوجي. بنقدم دورات في التحكم الآلي وأنظمة التحكم الإشرافي PLC، سكادا، VFD، كذلك أيضا تصميم المباني الذكية وأنظمة إدارة المباني وبرامج الطاقة والنفط والغاز. حاليا هنستعرض مع بعض القاعات التدريبية وكذلك بعض الأجهزة التي نستخدمها أيضا في تدريب في مجال الأكمات الصناعية والتحكم الآلي. تفضلوا معنا. نبدأ ببرامج الأكمات الصناعية والتحكم الآلي. حابب أستعرض معاكم أجهزة PLC. التريننج كيت كلها أو جهاز التدريب مصمم للتدريب على الالم برادلي PLC، HMI وكمبليت كنترول بانل. بعدين هنشوف مع بعض هنا جهاز ال VFD المتخصص في التحكم في المواتير، كنترول بانل مصمم مخصوص للتدريب على برمجة ال VFD وكذلك اتصالها بالـ PLC وباقي لوحة التحكم. هنا هنستعرض مع بعض وحدة التدريب الخاصة بشنايدر PLC، لوحة تحكم كاملة شاملة شنايدر PLC، شنايدر HMI، وبيتعلم من خلالها المتدرب كيفية برمجة جهاز PLC وكذلك شنايدر HMI وطريقة اتصالهم سويا وكيفية برمجتهم معا. في جهاز التدريب هنا بنعلم أكتر على نوع مختلف من الـ VFD ماركة دانفوس، وبنعلم من خلال المتدرب كيفية توصيل VFD مع لوحة التحكم وكذلك برمجة جهاز الـ VFD. طبعاً حضراتكم عارفين في أكتر من براند أو أكتر من شركة مصنعة، ويتميز معهد الابتكار والتطوير المهني باستخدام أكتر من ماركة أو براند من مختلف الدول المصنعة. هنا من أهم الماركات اللي بنستخدمها في التدريب والأكثر طلبا شركة مصممة من قبل شركة سيمنز، لوحة تحكم كاملة لبرمجة جهاز PLC مصدر من شركة سيمنز، وبالتالي توصيل الـ PLC مع لوحة التحكم وكذلك ارتباطها بالسكادا سيستم نظام التحكم الإشرافي. أما هنا حابب أستعرض معاكم أنواع مختلفة من لوحات التحكم الكنترول بانل، وبنعلم من خلالها المتدرب كيفية تصميم لوحة التحكم وكذلك التعرف على المشاكل الموجودة سواء مشاكل في الكابلينج أو الوايرينج التوصيلات. كل هذه المشاكل بنستعرضها مع بعض وبيتعرف على كل هذه المؤشرات وعلامات الاستدلالية لكل مؤشر وكذلك الإضاءات الموجودة وكيفية التحكم الكامل في لوحات التحكم وفهم تصميمها. حاليا حابب أستعرض معاكم برنامج تدريبي هام جدا خاص بالـ ELV System. الـ ELV System بيشمل على 3 محاور رئيسية، أولها الـ CCTV Systems، وهنا من خلال أنظمة الكاميرات المختلفة ديفار،
ما عندنا كل الاجهزه والمكونات، بندرب المتدرب على طريقه اختيار الكاميرات وانواعها والبراندات المختلفه، وكذلك كيفيه توصيل هذه الكاميرات مع جهاز التحكم، كذلك برمجه جهاز التحكم، وكذلك صيانه انظمه الكاميرات لدينا. تاني جزء مهم جدا في برنامج الاي ال في هو الالارم سيستم، انظمه الانذار. ومن خلال اكتر من نظام، من اكتر من شركه اصدرته اكتر من شركه، هنا بنستخدم هانيويل، بنعلم المتدرب او بندربه على كيفيه توصيل انظمه الالارم سيستم بالاي ال في، وكذلك عمل الكونفيجريشن والانستليشن. ايضا بيتعلم هنا استكشاف المشاكل، ودي اهم جزء في برنامجنا التدريبي، ان هو يتعلم اين المشكله ويكون قادر طبعا على حلها. الجزء الاخير في برنامج الاي ال في هو جزء هام جدا حاليا لا غنى عنه في جميع الشركات او المؤسسات، وهو الاكسس كنترول، انظمه الدخول الذكيه واحصائيات دخول الموظفين. وهنا بنتعامل مع اكتر من برضو شركه مصنعه، بنعرف المتدرب ازاي يختار النوع الانسب للمؤسسه، وكذلك كيف يقوم بتوصيله، ربطه بالاي ال في سيستم، بعدين يتعلم الجزئيه الخاصه ببرمجته واستقطاب الداتا او الحصول على الداتا، وهي اهم شيء في نظام الاكسس كنترول. شكرا جزيلا لكم.